في احدى الجلسات انا كنت توني جاي من امريكا، يمكن مر على لقائي مع الشيخ سلطان يمكن 5 سنوات ما شافني، فلما جلست معه قال لي يا استاذ انت وينك؟ قلت انا يا سيدي ادرس في امريكا فنون جميله، فدخلت ايدي بمقبالي وطلعت مجموعه من صور الاعمال لي، فقلت له هذه انجازاتي، فقال بارك الله فيك يعني الوقت اللي قضيته ما راح هباء المنثور، فاخذ الصور وراح حطهم بالمخبأ ايضا الله يحفظه. لمسات انسانيه ابويه تشجيعيه هاي تحفزك فعلا وتحسس بمدى المسؤوليه الملقى عليك. يعني اخوكم محمد الاستاذ الحمادي، ولد في مدينه فرفكان، وكذلك ولد الفن معي من على شواطئ مدينه فرفكان. درست في مدرسه الخليل بن احمد الفراهيدي في مدرسه فرفكان، وتخرجت سنه 87. بعدها طبعا التحقت الى جامعه الامارات في العين وكليه الزراعه، لم اكمل في كليه الزراعه لان كنت في جامعه الامارات مركز على مرسم الفنون التشكيليه في الجامعه، فكان هو المأوى الوحيد لمحمد الاستاذ، وكنت اقضي فيه تقريبا في هذا المرسم يوميا من 6 إلى 8 ساعات رسم بتركيز. طبعا كوني نشأت في مدينة خرفكان فكان الرياضة الوحيدة اللي كنت بهتم فيها هي رياضة كرة القدم، فيومها كنت في نادي الخليج، لعب في نادي الخليج، لعبت في الناشئين، لعبت في الشباب، ووصلت سنة من السنوات إلى الفريق الأول، أتكلم يمكن 85-87. كان مدربنا حلمي طولان وكان مدربنا حسن شحات أتذكر أيامها، وكان زكي عثمان. فكان عندي خيارين، يا اني اكمل في مجال كره القدم ومن ضمن لاعبي ونادي الخليج اللي هو فرفكان حاليا، او اني اغير الى مجال الفنون التشكيليه. من ايام الدراسه الحمد لله كان لي اسم في المدرسه، مدرسه الخليل بن احمد، وحسبتها تقريبا انه في مجال الفنون التشكيليه ما في حد تقريبا في المنطقه هناك مميز في الرسم، فقلت الدرب تقريبا مفتوح قدامي انا، وحلو انه واحد يكون يتميز في شغله هو متفرد فيها الا وهي الفنون التشكيليه والرسم. اتجهت الى جمعيه الامارات للفنون التشكيليه في الشارجه، فكنت اروح يوميا تقريبا من فرفكان الى الشارجه. هذا طبعا في 87، كنت اخذ سياره الوالد واروح على الشارجه لمده تقريبا ساعه ونص طريق، اخذ الدوره، دوره فنون تشكيليه اللي هو رسم مع الاستاذ ياسر دويك، حسن شريف الله يرحمه، الاستاذ عبد الرحيم سالم، هذول المدرسين اللي اثروا فيني في جمعيه الامارات في التشكيليه. من يومها عملت معرض، يمكن اول معرض شخصي سويته في 87 في جمعيه الامارات للفنون التشكيليه. من الجامعه انتقلت الى ابو ظبي، الكلام في 89 89 تقريبا، فدرست هندسه بترول في مركز الاعداد والتطوير في ابو ظبي، تميت ايضا 2 سنين. حصلت فرصة أفضل في القوات المسلحة في مديرية التوجيه المعنوي مجلة درع الوطن. تم عرض علي أن أكون أول إماراتي في مجال الإخراج الصحفي، فمن غير دراسة طبعا، كان الاعتماد على الحس الفني وكونك فنان تشكيلي. فبدأت مع مجلة درع الوطن في القوات المسلحة سنة 91 شهر 4 أتذكره، كأول إماراتي يدخل في مجال الإخراج الصحفي لمجلة درع الوطن. طبعا لما يكون عندك انت موهبه من المفترض انها تعزز بشهاده، تعزز بدراسه، تعزز بشهاده قويه ايضا. لذلك ارسلني سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الله يحفظه، ايام كان رئيس اركان القوات المسلحه، ارسلني الى الولايات المتحده الامريكيه سنه 93 كاول اماراتي يتخصص في مجال الجرافيك ديزاين، وكانت النظره طبعا هي ثاقبه لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد، ان الان في الامارات في التسعينات بدايه التسعينات ما عندنا العنصر المواطن في مجال الاخراج الصحفي. فكان لي عظيم الشرف اني اكون هذا الاماراتي هو محمد الاستاذ، وهذا العنصر المواطن هو محمد الاستاذ في مجال الجرافيك. بعدها ايضا حصلت فرصه ثانيه من الشيخ عبد الله بن زايد اني اكون في جريده الاتحاد في مؤسسه الامارات الاعلام، فكنت اول اماراتي يدير قسم اخراج فني صحفي. حصلت بعدها فرصة أفضل بعد 6 سنوات طبعا متنقل وايد، بس بعد 6 سنوات في أدنوك انتقلت إلى مركز الأحصاء أبو ظبي. في مركز الأحصاء كنت ماسك الأمور الخاصة بالنشر والإعلام. الآن أنا حاليا معار إلى وزارة التربية والتعليم،
إلى المدرسة الإماراتية كخبير مناهج أكاديمية الفنون. فهذا أيضا أحس أن بالنسبة لي إنجاز أني أوصل لمرحلة أكون في مستوى خبير لمناهج الفنون في أكاديمية الفنون الجميلة في وزارة التربية والتعليم. أيضا في مسيرة حياتي من الأشياء اللي أنا أعتز فيها حقيقة أن أكون أول إماراتي أو أول فنان على مستوى العالم يكتشف فن دانات الشواطئ. هذا الفن يحسب للإمارات لابن الإمارات. فن دانات الشواطئ طبعا فن مبتكر يستخدم فيه الحديد، يستخدم فيه الكامبس، يستخدم فيه طبيعة الشاطئ وظروف الشاطئ، خاصة شواطئ كفرفكان وأبو ظبي أنا أستخدمها. هذا الفن لله الحمد تم عرض اللوحات ماله في بلجيكا، في أمريكا، كان في بريطانيا، في قصر الإمارات في الإمارات، في أبو ظبي. رسمت الكثير من الأعمال الخاصة بالبيئة البحرية كوني أنا من بيئة فرفكان. بعدها لما انتقلت على أبو ظبي ودرست في العين صارت أعمالي تأخذ من البيئة البحرية والبيئة البدوية، مفردات البيئة البدوية. يعني بتكلم عن الخيول، عن الصدور، عن رياضة الصيد بالصقور. من أجمل اللوحات اللي أنا رسمتها وسوت فعلا صدى في دولة الإمارات اللي هي لوحة شموخ الوطن. شموخ الوطن بين الواقعية وبين الرمزية. شموخ الوطن كانت تعني القرار الإماراتي بالتحالف مع دول عربية وأهمها السعودية، وكان سعرها يمكن ناس اعتبروه خرافي لأن عرضها بعشرة مليون درهم. وطبعا الفكرة من رفع سعر لوحة شموخ الوطن أن نرتقي بالسعر اللوحة العربية بشكل عام مش الإماراتية فقط. اللوحة الآن مقتناة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الله يحفظه. شعار عام التسامح ولله الحمد بتوفيق من الله سبحانه وتعالى أن يكون فيه لي بصمة فيه. أنا إنسان تصوري أحب أشوف الصور وأقراها. لما شفت إشارة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد اللي هي فوز نصر حب، فشفت الإشارة شبيهة جدا بعام التسامح اللي هي أربع ورقات، ورأيت أن المعاني اللي تحتوي إشارة الشيخ محمد هي تحتوي أيضا معنى التسامح العالمي الإنساني اللي تبنى عليه الأمم وتصل فيه إلى القمم. لذلك فقلت خليني أربط إشارة الشيخ محمد بالشعار بس بشيل الغصن الرابع، فأصبحت شبيهة جدا وهي أصلا تعزز الإشارة لسنوات قادمة. طرشت الفكرة لمعالي الوزيرة نورة الكعبي، قمت الجمعة الساعة 9 أو 10 الصبح يعني مسج من معاليها بن محمد ألف مبروك تم الاعتماد. أنت اليوم كونك مثقف كاتب شاعر ولا فنان تشكيلة ولا موسيقي ولا مطرب، أنت الآن تحت الأنظار، فتأكد أنك اليوم اسمك يعتبر إيمج لدولة الإمارات، لذلك فالمسؤولية كبيرة. Thank you.